تمكن الطفل يحيى بالخياط المتسلق والمغامر المغربي الصغير البالغ من العمر 5 سنوات من بلوغ قمة جبل تورقال كأعلى قمة في شمال أفريقيا، حيث يصل ارتفاعها إلى 4167 متر على سطح البحر. وبذلك يكون الطفل المغربي قد حطم الرقم القياسي الذي بحوزة الطفل الإيرلندي جوشوان دافينسون الذي سبق له تسلق هذا الجبل في السنة الماضية وهو يبلغ 6 سنوات. سميتي يحيى بالخياط، معروف الرحالة المغربي الصغير اللي تيسعوني صحابي. هو أصغر واحد تسلق لتوبقال وعرة وعرة، بس طلع لتوبقال فهاد السن مستعدين، كنا كامل الاستعداد باش يطلع، وكان عندنا الامل كبير، كان عندنا الامل كبير، ولكن تيبقى واحد الهامش ديال التخوف. ولكن الحمد لله بالتكامل ديال عناصر الفريق وبالتعاون ديالهم، خاصة من فتنا منتصف الطريق بدينا كان نتأكدوا أننا غادي نوصلوا للقمة، واللي وصلنا على بعد أمطار من القمة تأكدنا أنه في الحق وصلنا، وكان الاحتفال بيحيى سواء من طرف الناس اللي رافقوا أو من الناس اللي لقيناهم تما مغاربة وأجانب، عنده هذا الشغف بالطبيعة وتيكلمسوا فيه ملي كيخرج معنا للطبيعة، تيكون ناشط وتيكون في كامل الفرح ديالو، في كامل الغبطة ديالو، كيكون سعيد وكنكونوا سعداء معاه، وتيخلق واحد الأجواء استثنائية. يعني كاع الناس اللي كيمشيو معنا أو كنصادفهم في أي مكان تيفرحوا ملي كيشوفوا يحيى، وكيخلق واحد الأجواء. ودابا الحمد لله راه عنده صداقات كثيرة، وعنده واحد الصفحة في فيسبوك اللي هي صفحة تزايد يوما عن يوم من خلال الأصدقاء ديالو المعجبين به. إلا رجعتوا للصفحة ديالو غادي تلقاو واحد الصور كنا نشرناهم ديالو، قلنا أول لقاء ديال يحيى مع الطبيعة، يعني باقي ما كيمشيش، كنا كنديو معنا ملي كنخرجوا للبلاد سيدي الحال إقليم قلعة سرعنا، كيمشي معنا المنطقة الجبلية المحيطة بالمدينة، وكان كيعجبو تما، ومن تما اكتشفنا أنه عزيز عليه الطبيعة وتطور هذاك الشيء، وبدا كيخرج معنا بوحدو. ولا دابا موالف، ما بقاش عنده شي خوف او شي هاجس ديال انه ما يمشيش معنا او شي من هذا القبيل. هو ماشي اول مره الصراحه تيطلع للجبال، يعني مولف زعما من صغرو تيتمشى مزيان، من تقريبا عنده عام بدا تيتمشى، يعني كيتمشى مزيان. وانا جد فرحانه زعما منين تسلق، وكان عندي شويه ديال التخوف واخا مع الاب ديالو زعما، حيت مولف كيتسلق يعني ما كانش شي تخوف كبير، وما كانش تواصل يعني تما، ما كاينش التغطيه ديال الهاتف، ولكن عرفت بانه غادي يوصل ان شاء الله، لان فتنا مشينا لشمهاروش وما تهز ما والو، يعني مشى بكل سهوله ورجع بكل سهوله، طلع للقمه توفليحت يعني كذلك، يعني ما كان عنده حتى شي تاثير نهائيا، يعني حتى فاش رجعنا احنا يعني عينا وكل شيء ورجلينا ضرونا، هو تنقولي واش عيتي، تيقول لي لا، يعني مشى الصباح المدرسه عادي، تيمشي عادي. الفكره ديال الصعود لقمه جبل توبقال في الحق ما جاتش غير هكذاك، كانت مجموعه ديال التسلقات قبل منها، تسلقنا مجموعه ديال القمم، وحنا كنمارسوا هذا الشيء مره كنمارسوا هذا الشيء في اطار مجموعه اصدقاء الطبيعه. ويحيى خرج معنا واحد 3 مرات ولا 4، تسلق معنا واحد 3 قمم ولا 4 اعتقد، ومن ثم بانت لنا انه يقدر يخوض هذا التحدي، وما كناش في الحقيقه متيقنين انه غادي يوصل القمه، ولكن كان عندنا واحد الامل كبير انه غادي يوصل بحكم التجارب اللي دوز، وبحكم الفريق ديال مجموعه اصدقاء الطبيعه اللي الحقيقه كله قرر ان يحيى يقدر يتسلق قمه جبل توبقال، وخذنا الفكره وحددنا الموعد، وكانت الانطلاقه يوم 13 و14 شهر يوليو، الانطلاقه من منطقه إملين ومرة مشمهاروش، ووصولا الى المأوى الرفيج اللي قضينا فيه هذيك الليله. والاشاره فاحنا بتنا في إمليل بالضبط في ارمد، علاش؟ لان الدري صغير خصو يتادبطا وخصو يتاقلم مع الجو، لانه الارتفاع راه ماشي سهل،
وبتنا كذلك في المأوى في الرفيج. وفي اليوم الموالي كانت الانطلاقة في الفجر ديال اليوم الموالي، يعني تقريبا 3:30 الصباح فقنا واستعدينا ولبسنا المسائل ديالنا وفطرنا، يعني تقريبا 4:30 كانت الانطلاقة الفعلية وطلقنا. يعني كما كتعرف كنطلقوا في الليل، يعني كنديروا المصابيح الليلية وكنمشيو، وكان البرد، يعني كان واحد شويه ديال البرد. وملي تنقول البرد راه ماشي البرد اللي المألوف، كاين واحد البرد اللي تيكون برد قوي وشديد، ولكن حنا كنا مسلحين بالألبسة ديالنا وبالعدة ديالنا، والحمد لله توفقنا. كنا كنمشيو مع يحيى بالريتم ديالو، وقت ما عيا كنجلسو نستراحو. الناس المكلفين بالأكل ديالو راه كيعطيوه داكشي اللي بغا ياكل، الماء، مراقبينو يعني، وكنا حريصين على انه يمشي على رجليه. لذلك استغرقت لنا الرحله واحد شويه الوقت زائد على الوقت اللي كان نستغرقوه عاده، والحمد لله توفقنا ووصلنا للقمه. والكثيرين فوجئوا بالوصول ديال يحيى للقمه بما فيهم اجانب كما غتشوفوا في الفيديوهات، يعني استغربوا الوصول في الوقت اللي كانوا ناس كبار لقيناهم راجعين ما وصلوش للقمه، او لقينا ناس كبار وصلوا للقمه ولقيناهم يعني بسبب الضغط ديال الارتفاع لقيناهم ناسين في الارض. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.